كما راكم تشوفوا حبيباتي، اليوم راني درت شويه محاجب للدراري. فوالا، الى عجبوكم وحبيتوا تشوفوا الطريقه ديالي كيفاش نوجدهم مع كامل الاسرار نعطيهم لكم، اقعدوا معايا حتى الاخير الفيديو. فوالا البنات، في الطريقه ديالي ان شاء الله ما تسحقوا لا عجين لا دلك لا حتى حاجه، لا تعب لا والو. شوفوا معايا هذه الطريقه. الحاجه الاولانيه لازم توجدوا شويه دقيق تاع العجين، دقيق من نوع المليح البنات دو بريفيرونس باش يعاونكم. دونك تروحوا تشرو حاجه اللي مليحه، كما انا نستعمل دقيق وسمو بوصبيع، ولا ما لقيتوش يعني نهضر على اللي ساكنين في الجزائر، كاين بوصبيع ولا كاين دقيق تاع بغليه، ولا ما كاش كاين سميد تاع ماما. وإلا ما راكو في بلد واحد اخر ولا ما توفر لكمش هذه الانواع، فيمكن لكم تشوفوا اي نوعيه اللي جيده هذا مكان اللي تكون مليحه باش تعاونكم ان شاء الله، سورتو لا كنتم مبتدئات. دونك عندي انا هنايا عندي كيلو تاع دقيق، بعد انت تزيدي ولا تنقصي على حسب افراد العائله وشحال الكميه اللي حبيتي ديري. وإلا كنتي مبتدئه او اول مره ديريهم، دو بريفيرونس ديري كميه قليله هكذا باش تقدري عليها. دونك انا هنايا في كيلو تاع دقيق درت واحد الحفنه تاع الفرينه باش تعاوني يعني باش تشد لي هذاك الدقيق ديالي، اونكا كان فيه كاش ديفو ولا حاجه ديك الفرينه ريحت لمهولي. درت له دونك شويه فرينه، نزيد نملحو، من بعد ندير له شويه ملح وندير له قسم مغرفه ابوبخي مغرفه تاع ماكله تاع الزيت هذا، باش كي طيبيه حبيبتي يعطيك لون شباب ذهبي، كي طيبيه يعطيك لون شباب. دونك ديري له الزيت وبسيه هكذا شويه بيدك باش تدخل هذيك الزيت في الدقيق والفرينه. وقلت لكم نورمالمون ديري شويه ملح، فوالا ديري شويه ملح على حسب الذوق. هذا مكان حبيباتي، وتلميه بالماء فقط. سمحوا لي حبيباتي ملاحظه، غلطت كي قلت لكم ديروا الزيت، الزيت باش يجي خفيف يعني ويتقطع وحده. ديري مغرفه صغيره تاع السكر هي اللي حتعطي لك من بعد لون شباب في الطياب ماشي الزيت. فوالا، من بعد لميه بالماء عادي، الماء روحي غير بالعقل حبيبتي، سورتو لا كنتي مبتدئه ولا جامي درتيهم، روحي غير بشويه الماء هكذا بشويه ولمي بشويه ولمي حتى تنطم لك تخرج لك عجينه طريه شويه، يعني ما تجيش يابسه بزاف وما تجيش تاني طريه بزاف حتى تحصلي فيها. زيدي الماء بشويه هكذا ولمي، حبيباتي الى مازال ما درتوش الاشتراك في القناه ديالي واشتراك، وما تنساوش سورتو ما تنساوليش تفعيل الجرس باش يوصلكم كامل الجديد. في كل مره نحط وصفه ولا نحط تدابير ونحط بزاف صوالح واحد اخرين اللي ان شاء الله غادي يهموكم. ما تنساوش اللايك للفيديو الى عجبتكم، والى كاش ما عندكم كاش سؤال خلوه لي في التعليقات ونرجع لكم ان شاء الله في اقرب وقت. المهم البنات، العجينه ديالنا هذيك بعد ما شمختها غطيتها وخليتها ترتاح، دركا جزنا باش نوجدو التكتوكه تاعنا، هذيك الحشو يعني اللي تحطيه لداخل المحاجب ديالك. هنا قطعت شويه بصل، من الاحسن يكون هذاك البصل طويل باسكو يجي بنين في التكتوكه، ولا ما عندكش تقدري ديري البصل الاخر، يعني من بصح من المفضل انك تعملي البصل هذاك الاخر الطويل. هاولي قطعت شويه بصل، سكرفشت عليه بالخشين يعني في سكرفاج من جهه الخشينه، سكرفشت زوج حبات، ديري انتيا زوج حبات ولا ثلاث حبات نتاع طماطم تاع طوماطيش اللي تكون طايبه شويه. هاوليك وزدت عليهم هنايا مغرفه واحده تاع طماطم مصبره تاع طوماطيش تاع البايط، تملحي بيان سور، درت شويه كمون، ومن بعد انتيا البهارات انتي واش تحبي انتي على حسب الذوق ديالك باش تجيك هذيك التكشوكه تاعك بنينه. انا درت شويه كمون، درت شويه فلفل الكحل، ودرت شويه واسمو هذاك فلفل عكري. بعد حبيبتي اختياري، الا كان كيما انا هنا ما درتش الحار باسكو مع الدراري سي امبوسيبل، وزدت شويه زيت، انا خلطت كل حاجه على كيف كيف وحطيت التكتوكه تاعي طيب. هنا العجينه تاعي باه مرتاحت، ارتاحت شويه على كل حال، قسم شربت لي شويه هذاك الماء اللي درته لها. دركا كاينه حاجه حبيبتي، عندك ثلاثه اختيارات. الحاجه الاولانيه انك الا عندك عجانه تحطي في العجانه باش يتنعجن لك. الاختيار الثاني شمري على درعتك وروحي تعجنيه انتيا باسكو من عائله المعارك دونك يحب العريك والدلك.
ولا الاختيار الثالث كيما ندير هنا كيما يديروا الفنيانات بحالي، تاخدي ساشي هكذا كيما اللي نشرو فيهم الخبز، هادو ما ترونسبارون، تحكمي شويه ما تسخنيه، ديري هذاك الساشي ديالك داخل الماء سخون، تعصريه بيان سور وهو سخون هكذاك، ديري العجينه تاعك داخل وغطيه حبيبتي وخليه مينيموم ساعه باش يريح. هنا حبيباتي شوفوا العجينه كيفاش خرجت وكأنها انعجنت، مع اني ما عجنتها ما عركتها ما حتى حاجه. شوفي بدون تعب حبيبتي كي تولي ليه بعد ساعه ولا ساعه وشويه، شوفي العجينه تاعك فتكون طلقت وكأنك عجنتيها. المهم تنحي لها داك الساشي، تاخدي كاش نيوا تدهنيها بالزيت بيان سور، باش نتفاهموا حبيبتي انه لم حاجب يحبوا الزيت. دونك غير وجدي قدامك كاش اناء فيه الزيت، هاوليك هنايا تشمخي يديك بالزيت، قلنا السنيوه ديالك تكوني بيان سور دهنتيها باش ما يلصقلكش فيها العجينه، تروحي ترفدي هكذا تي ديري دي بول هكذا بيدك. شوفي الطريقه كيفاش راني ندير، وتسد فيهم هكذا في السنيوه ديالك. شوفي تعاودي تشمخي في كل مره تستعملي الزيت، وتاخدي كميه من العجينه هكذا. شوفي كيفاش تعبزي، تاخدي العجينه من الطرف تعبزي وديري لي بول ديالك دائما باستعمال الزيت. بيقولوا هذوك لي بول كاملين يكونوا معمرين بالزيت هكذا بهذه الطريقه حتى تكملي كامله العجينه تاعك. من بعد خديتي تروحي تغطيهم بساشي هكذا كيما درت انا، وتخليهم يرتاحوا حتى ينطلقوا، يعني باش يولوا ينفتحوا لك مليح. خليهم غير خليهم ينطلقوا لو طون توجد شكتوكه تاعك وكامل. لو بلان دو طرافاي ديالك توجور تواسي فيه الزيت، تبداي ترفدي بالوحده، ابداي بالدويره الاولانيه كامل اللي خدمتي بها هي اللي تكون ارتاحت في الاول يعني اكثر من الاخرين. تبداي تفتحي في العجينه تاعك هكذا، وركزي لي على الاطراف باش ما يجوكش خشان، وتبداي تجبدي. شوفي كيفاش الطريقه، تبداي تجبدي في العجينه تاعك للطرف، روحي غير بالعقل عندك الوقت يا حبيبتي. شوفي كيفاش تبداي تجبدي، ما ميلا تقطعت لك شويه في الوسط سي با غاف باسكو من بعد تنطوى ماشي مشكل كبير. هذا كي تفتحيها كامل تروحي تجبدي الاطراف تاعها للوسط. شوفي كيفاه الجهه هذه جبدتها للوسط، زيدي تجبدي الجهه اللي من هيك باش يجيك هكذا شكل كانه مستطيل يعني طويل. زيدي ديري له شويه الزيت، علاش نديرو الزيت حبيبتي في كل طبقه؟ باش من بعد يجونا مورقين. تحكمي الشكشوكه ديالك تعمريها لداخل حبيبتي. بالنسبه للشكشوكه تقدري تزيدي لهم هكذا شويه فرماج لداخل، تقطعيه مرصوات صغار، ولا دي فوا نديرو مثلا شويه دجاج يكون طيب، ولا شويه فيون داشي هكذا، وتغلقي عليه. تزيدي بيان سور ديري شويه زيت من الفوق، من تحت سي با لا بان باسكو البلون دو طرافاي تاعك راه ديجا فيه الزيت. المقله تاعك انا هنا ندير عندي مقله قديمه بصح طيب تخي بيان، انت اللي عندك كاش مقله اللي تكون ما تلصقش بزاف، ولا تحبي ديري في الطاوه ولا الطاجين هذاك الشيء شوف انت يا راجع لك. انا المهم ندير في هذه المقله وطيبيهم من جهه، كي طيب قلبيها من جهه من هيك. حبيبتي هامليك المحاجب تاعنا واجدين، ان شاء الله يكونوا عجبوك بالصحه والراحه. وإلا عجبتك الفيديو تاع اليوم ما تنساش خطيتك ديري لي اشتراك باش تعاونوني، ما تنساش اللايك، ما تنساش تفعيل الجرس باش يوصلك كامل جديد. فوالا كاش سؤال خليه لي في التعليقات، جربيهم ضروري ورجعوا لي في التعليقات ان شاء الله. هذا ما كان، نحبكم بزاف حبيبتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.